وسهلا. مساء الخير، مرحبا بكم جميعا في مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي في القاهرة. في هذه المحاضرة للبروفيسور خيري المال حول إحياء الموسيقى المصرية القديمة، وأنا سوف أتكلم بالإنجليزية. As I have already mentioned in English, we are gathered here this evening to hear a very interesting lecture by Professor Khairi Elmalt on the revival of ancient Egyptian music. إحياء الموسيقى الفرعونية. ولكن قبل ما نتكلم عن إحياء الموسيقى الفرعونية، فإحنا لازم ندي فكرة سريعة عن ما هي الموسيقى الفرعونية. إحنا اللي نعرفه عن الموسيقى الفرعونية البوستر اللي عليه ثلاث عازفات للهارب والنايم والعود، ده كل اللي نعرفه. ولكن تم انشاء دراسه اكاديميه في جامعه حلوان، وهي الدراسه الاولى من نوعها في العالم، وبدانا ندرس اكاديميا كيف نعيد احياء هذا التراث بعد 5000 سنة. العود ده نسميه الحجة العلمية. ده اللي ساعد مع التجربة اللي احنا عملناها على آلة النايات. الحقيقة الفن المصري القديم مع الحضارة المصرية القديمة مسار تساؤل كبير بالنسبة لنا، لأنه حصل شكل من أشكال القطيعة مع الحضارة المصرية القديمة بتراكم وتوافد الحضارات عليها، بدءا من الدخول الفرس ثم اليونان ثم الرومان ثم العرب، فحصل شكل من اشكال القطيعه مع الفن المصري. لكن الحضاره المصريه زي ما اشار الدكتور خيري في اخر عرضه، ان الحضاره المصريه مستمره movie, and we took it from, you know, the internet. But it's interesting because we have always a lot of music and dance, but this is actually what the doctor said. You know, music is very closely related to the religious aspect in India. Thank you very much for a very interesting and educated talk. I must say I learned a lot today. You know, one of the things that I learned today also was that in Arabic, it's called tabla. I didn't know this before. And in fact, in India, also we call the drum tabla. But then tabla actually does not have two sides. It only has one side where you play. Other things what I noticed also was that some of the instruments that you showed in the pharaonic period, it's being used in India even today. سعادة الدكتور خير الملك، وشكر لمركز مولانا بالكلام. أزال معكم دكتور سعيد العسائي الملحق الثقافي في سفارة سلطنة عمان. أنا طبعا مهتم بالدراسات الهندية ومهتم بالهند من خلال زيارات عديدة ومقالات وكتابات، وأعرف أنه في علاقة قديمة بين مصر والهند. يعني نشوف التشابه بين الموسيقى الهندية والموسيقى الفرعونية، وده شفناه من الأدوات والأداء وطريقة الأداء. الفيديو اللي احنا شفناه كانوا بيستخدموا آلة الهارب
والناي حتى في الأداء الغراسات والغناء احنا استخدمنا الهامينج هم كانوا بيستخدموا استخراج الصوت. إذا كان في تشابه بين الحضارة الهندية القديمة وعلوم الموسيقى الفرعونية القديمة أو الحضارة الفرعونية القديمة. Thank you.